المدرب العام النادي الاهلي مع امير هشام قال ايه، ونرجع لحضراتكم على طول. ايضا معايا كابتن احمد ايوب المدرب العام للنادي الاهلي. كابتن ايوب ببارك لك على الفوز كبير قوي النهارده على فريق سموحه، وايضا اداء اكثر من رائع. الحمد لله، يعني طبعا بقول الحمد لله، ومباراه مهمه بتلعب قبل نهائي كاس مصر، توصل للنهائي النهارده. طبعا اعتقد نتيجه كبيره تدي ثقه لينا وثقه للعيبه، تلعب فرقه برضو فرقه محترمه، تكسب فوز كبير، بتحرز عدد كبير من الاهداف وبتضيع اهداف كتيره. الحمد لله، يعني روح جميله النهارده من اللعيبه وثقه كبيره، ولكن خلاص هي محطه بالنسبه لنا للوصول للنهائي. الحمد لله كده وصلنا، عاوزين نركز، لان في النهايه انت اهم حاجه انك تكسب الكاس، بدون مكسبك للكاس يبقى كانك ما عملتش حاجه. فالهدف الاكبر انك ان شاء الله تكسب الكاس ان شاء الله. عملتوا مع اللاعبين ازاي نفسيا بعد الخروج من البطوله العربيه امام فريق الفيصلي؟ لا يعني النادي الاهلي فريق كبير يعني بكل حاجه، يعني لما بنكسب بنخرج بسرعه، ولا قدر الله في حاجه برضو بنخرج بسرعه، لان عندنا محطات كتير شغالين فيها، ولو وقفنا عند محطه معينه هتعطلنا كتير. الحمد لله، يعني تاني يوم خلاص كلمنا اللعيبه وقفلنا الصفحه، تركيزنا في الكاس، عاوزين نكسب ان شاء الله، عاوزين ندخله النادي، بقاله 10 سنين ما دخلش النادي، ان شاء الله نحققه السنه ان شاء الله. رؤيتك لمباراه المصري؟ أكيد هي مباراة صعبة، مباراة كبيرة، فريق المصري عامل موسم رائع، عنده لعيبة مميزة وعنده جهاز فني على مستوى عالي، مركزين إن شاء الله نركز بصورة كبيرة جدا جدا، لأن إحنا هدفنا إن شاء الله نكسب، إن شاء الله ندخل الكأس إن شاء الله. توفيق يا كابتن.